بسم الله الرحمن الرحيم. شدة الحرارة تؤدي إلى ذبول شتلات الموز، فكيف تتصرف؟ تصاب شتلات الموز بل حتى الأشجار الكبيرة بالذبول من شدة الحرارة، وقد تموت وتفقدها نهائيا بعد تكلف شرائها وزراعتها. فما هي الإجراءات التي تحد من أضرارها؟ يجب الحد من أضرار درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث تتعرض أشجار الموز إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهي أعلى من درجات الحرارة المثلى اللازمة لنموه. أولا، ري المزارع بكميات كبيرة من المياه طيلة الأيام الحارة حتى لا يصاب بالذبول وإلحاق خسائر مالية بالمزرعة. يجب الاهتمام بزراعة الشتلات بطريقة علمية صحيحة، واختيار الأصناف الملائمة للظروف الجوية والأرضية والزراعة على مسافات صحيحة والموصى بها للتغلب على الحرارة الضارة. كما يجب الاهتمام بزراعة مصدات الرياح والعناية بها، ويجب الاهتمام بالتسميد الموصى به، حيث أنها تجعل النبات أكثر تحملا لهذه الظروف الجوية القاسية. كذلك يجب الاهتمام بمقاومة الآفات الحشرية التي تنتشر في درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على الأشجار، والتي من أهمها المن. أتمنى لكم الفائدة.